I knew it. اتوقع على على هذا الاساس. اوه نزل بالسينا اليوم. اوه بس ضدنا احنا نزل ايه نزل بالمين. السيئين اول ان ما يخلون القطاع عشان يشحنون مشاعرهم. لازم. بعد عنا يشحن كل شيء يضيع عليك الجيم. اوه والله كان بيموت والله بولزي كان بيموت بس انه ضامن هو انه بيجيب الهافر كرافت ويرجع والله تعرف اسم المظلة حق سنيك فيري امبرسيف انا اتوقع انك بيجيبها غلط ريجاردلس بس يجي منه ما قلت المظلة حق سنيك ويتش از ذا لوست اوف ذا نيم نولج يمكن تكون صار في كمية سبايكات شباب ما طبيعي ما يمزحون برا الستيج ايه والامانه مره وايد لان عارف اذا رجع الستيج خلاص راح عليه لازم يخليه برا وكان جو هام صراحه على بعض الشخصيات لانه فلوتي وما عنده ذاك البانيك اوبشن برا يس بس اللي شفته من الفرندليز مع رمزيز انه لا تطلع على هذاك اوف ستيج لانه يقدر يشغل المنادى في لحظتها ويكنترك على طول يب ما شاء الله يعني ماستر فل جدا باختيار المنازل يجيك كذا بنير على المستريح نازل لك وهو بالجنب ايه يطلع لك سماش طاع برا تكا كسوس شوف ايه ما شاء الله يحسر كان توه توه مسوي تكبر اوف ستيج فجأة هو فوق قاعد يجيب كذا هذا عيب الدبلز ايش ما كنت اوير الا يجيك شيء انت ما هذا هو يسوي سماش حق سامس يقول بخت I love this team so much مع كل واحد منشغل باللي معاه ايه لكن لاحظت انه قاعد يعني فر سماش كثير وهو الوحيد اللي دسنت حقه عالي من هو؟ يوسف إيه؟ قاعد يسحب سماشات هو الوحيد اللي بيسحب حقه عالي لانه يدري انهم بيجون فما يتأزول يعني نستغل الفنش ايه بالعكس اوه ماي جاد مدروسه مدروسه ايه الجيم مو بعيد اتفق ياخذون ستك شوت كاتسون على سينا الجيم لهم اعتقد انهم محتاجين يسوون كل شوي لان هذولك راحوا الديفنسيف مود فبسيط قاعد يضحك او ماي جاد او ماي جاد رجعه ليتس جو والله تك الكسوس رمزيز بيحافظ على ستوك الثاني مره بحجي الوضع ومره قاعد يلعب سيف اتوقع الجيم الان سينتهي لصالح رمزيز وليون لا انا اتوقع الشباب بيجيبونها الا اذا الحين يعني الشير الوحيد كان موقفهم ان رمزيز كان يحاول يلعب سيف الحين نو مور سيف خلاص اوه ساعده هيز الايف الشباب عندهم ربو ما يبون تبخرهم اصلا البخور ممنوع من اوروبا العود بشكل عام هذا الكسر العود لا الدهن العود دهن العود بعد اي شيء نسبته فوق 5% باي مستحضر ممنوع من الاتحاد الاوروبي وليس واو. طب لحظه العطور الفرنسيه الثقيله هذه ما فيها كوخوس اوه واو لانه مسبب الحساسيه شديد جدا صدق يس ذا مور يو نو صراحة الجيم 2 كان حامي مرة يعني أنا مبسوط أنه سيم فيكس ما في أي داعي أحد يغيره الستيج أصغر everybody did well في دبج ودبيج أكثر من اللي تو يعني تو ما حد قصر إيه نايس تيك والله قاعد يذكرني بموم بسماش 4 نو واي هيز نوت جونا تيك كان يرفع ضغط إيه اول ما حطه بعند تك هو قلت فاينلي مو ما راح يسوي تك كل شيء يجيك هو كذا بروجا فلوتي ويقعد يلزق بالستيج ما قاعد يسوي شيء اذا حاولت تطلع له بيزعل
عطى بخور في ستيت ما شاء الله ديفاين فلين اوت اوف ديفاين هي از سو ديفاين سو ديفاين والله اوه وات هذا الشيء 100% مو ترو ديفينتلي هذا بانيك بوتن انضغط لا انا اتوقع انها مقصوده عشان يجر الاوبشن اللي حيجي بعد الجاب الاولى يمكن فيلاقيه بالابتلت والله ديفاين يوسف قديم كثير عين كومنتيتر كيرس اهلا وسهلا يور ويلكم الشيء اللي اليوم اول مره عرفته ان شوف اغلب ضربات تو هيتس يس الاب اير الباك اير الداون اير تو كلها تو هيتس ممكن تضربك في الثنتين سويت بري على الاولى وتبغى تفنش بعدها الله يردك في ضربه ثانيه ورمزيز يسوي سبيسنج للثنتين مو الواحده بس ويعتمد على الثانيه والله السبيسنج حقه مره يتعب ايه الدبلي من احسن مرات لعبت فيها في حياتي نايس كانت البازوكا تنشحن لكن تكنسلت كمية الكيمستري بين ديفاين ويوسف بسم الله ما شاء الله شوف كيس الديديكيشن مرة عجبني طبعا عين البث ايه واضح ان المدره ضد الفريق هذا لا لا رجع رجع وينك كازوس اتلحف انت ليون ذبح واحد اوف ستيج الثاني يلحق وقدر يرجع ما شاء الله عشان كذا ما اتوقعها هي مثلك والله الجيم انقلب او ماي جاد انت ذبح اي ضربه كنت تذبحني حتى القراب مما لا شك فيه رمزيز متعود على الماتش اب اكيد في سناكات كويسين كذا وربا من الشخصيات اللي بوبيلر يعني هيك عموما بين خصوصا بين التوب بلايرز بينما ما عندنا شورت كويس في الخليج مع ان يوسف لعب يعني ببريطانيا كثير يمكن انه قابل شوركات هناك الله يذكره ابو خير منادو كان يلعب شورت بس ما عاد يجيب بطولات يب لا تكون حذر عند الاوف ليدج لان السيف شلك مو بتو فريم يجيبك قبله ايه سيجنتشر اوه بدك تخلص المنادس اوه ما شاء الله ريفريش الا بس ناخذ شوي وقت اوه ماي جاد المفاجأة مرة صعب مرة صعب لو ما عرفتها اليوم كان ما دريت عنها وش هي؟ انه مع هذه سترينج من السلاش تصير تذبح قراباته تذبح هذا هو ما تبغى تنط عشان ما تنخبط بالاريز ما تبغى تطلع هذا ليش عندك اكتف ايه لو سويت رول ولا سويت قتف عادي تلت ايه تلت سريع واكتف واذا حاولت تضربه صد كل شيء بيذبحك حرفيا كل شيء ايه كل التلت حركه ما تسوي ولا سماش من سماشاته غير الج... ما يحتاج كل يعني ما عدا اذا كانت جارانتيد ما راح تسوي شيء بالموقف اللي تو ليترلي غير جاب شوك كل شيء كان يذبح صراحه غير متوقع كانت فوز يعني اي الله عليها والله يوسف متحمس يعني مع انهم طقعوا في البدايه شباب ليون ورمزي لكنهم ردوها لهم ايه ما فقدوا الامل ابدا شوفكم يسوي شغل بالدبلز ايه يجي منه ايه خصوصا ان الفوكس مو عليه 100% فيقدر ياخذ راحته زياده بالمنادى
اوه فاز على الدام يعني الكيتور في الكبر احد يجيب سمارت تحت الصوب او ماي جاد كبير مره كبيره قاعد يصير ماني عارف انه ناظر بحب الدفتات حق السنة بس اوكي ليه بس الدفتات هذه السريعه اللي بانش عليها صعب اللستة إيثام إيثام ولا مين؟ إضافة إيثام كان يقول يوم رتب الداش أتاكس قال هذه أقوى داش أتاكس في الجيم يعني undisputed ما فيها حالة شف لا ما أتوقع أنها إن اتسلف بس داش أتاك لكنها مرة مفيدة للشخصية هذه يس أتفق يعني صورة ترى حقها مرة زينة يا yeah. بس صورة يا yeah. الماتش شوي رمزيز وليون يحتاج ديفاين يحافظ على طلعوهم اوف ستيج و يا لهوي يا لهوي يا لهوي تقدر تسوي كذا تحس اي امر ادري انا جربت كثير وما قدرت يمكن عشانه رجع من برا على جنب اي على جنب قلنا جاء من تحت من تحت شفت صعب صعب مسست زي سفره اي يحتاجون ياخذون ستاف مليون هذا بسرعه لازم ياخذون ستاف لأن قاعدين يعني يوسف يحاول بالنيكيتا وفورت سماش ايه ليوسف حصل كركة هذا او ماي جاد حتى بالسويت يقدر ينجح كده ايه قول 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 بالفير مرة قوية اتوقع سبيد اكثر شيء يفرق معاها مومنتم فوق ومنتم للرد والباد دي اي ما تلحق تسوي دي اي كويس ايه يا سيد يا اوه شيء شيء مو طبيعي اول مره ثاني اصلا مات عاد سواها ضدي مره يا لهوي قطك الفاكيوم الفاكيوم ولا ايش اسمه الا الفل حقها الفل يا من اخر الدنيا انا بعيد نسيت انك كنت مين ظهر رايت التلت حقي ما كان يجيبك سحبني لين عنده ادري وين قط النورمال القثب ولا الفل غالبا اتوقع حتى الجنب مره كبيره مره كبيره غطى الماب كله والله جي جيز جود جيمز